بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. بعد مرة أنا معكم اليوم يوم الاثنين 23/12/2019 في منطقة وادي الحبيس الجهة الشرقية. عندنا المسار اللي بيوصل لعين مزريب من شرقها للبلد. عندنا قبالنا بالضبط هون الجبل العالي اللي هو جبل سيدي سبلان صلى الله عليه، وقلنا إنه وادي الحبيس يحيط في الجبل من ثلاث جهات، من الجهة الشرقية، من الجهة القبلية وين احنا موجودين، ومن الجهة الغربية. الطقس مثل ما الكل شايف شلبي، يوم شمس. نسأل الله تعالى بعد مرة إنه يبعث المطر ويبعث الخير. واسمحوا لي أقول كلمة إنه ألف الحمد لله إنه الله تعالى أعطاني صحة، والحمد لله مع إنه عمري حوالي 65 سنة. أما الواحد بيطلع وبينزل وبيتنزه في الطبيعة، وإن شاء الله إنه الله تعالى يعطيني الصحة والعقل ويختم لي بالخير. والصحة كثير غالي على كل واحد، وبسأل الله تعالى إنه يريض كل المرضى وكل اللي صحتهم على قدهم، لأنه عن لسان فيلسوف حكيم قال: ذقت كل الطيبات فلم أجد أطيب من العافية. والصحة هي أكبر نعمة وأكبر عافية. أنا هون موجود في منطقة ثانية بالقرب من عين، من عيون وادي الحبيس. العين هاي اسمها عين النمري. هسه أنا بدي ألاقي طريقة بين كل هاي الشجيرات الصغيرة والعليق اللي أوصل للعين. طلعوا على الأرض، الأرض رطبة بفعل المطر وبفعل إنه الأرض شوي شوي عمال ترتوي، وريحة الأرض يعني عبق الأرض الواحد بيشمه بعد الأمطار اللي نزلت. أنا قلت بدي أشق طريقي لأوصل للعين وإن شاء الله ألاقيها. هاي هون المي بين جاري منته العين قريبة. عجيبة العليق عمال يكبر عمال يكبر عمال يغطي كل قطع خضرة في هاي المنطقة. بدي أمشي ورا المي على أمل إنه أوصل للعين. سبحان الله، شايفين العين ملاني على اليمين وعلى اليسار كلياتها علق، وبالكاد الواحد يقدر يدبر حاله ويوصل لهون. يعني عمال أقرب قديش بقدر. شايفين الران تبع العين والمي نازلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سمعين حس المي الجاري، خرير خافت. هاي العين اسمها عين النمري. بفعل الجرف المنطقة كلها عمال تنتلي تراب، والعليق عمال يكبر ويكبر ويغطي كل المحيط تبع العين. الحمد لله قدرت أوصل
للعين وأصورها. يعني أنا قريب هون عند العين اللي صورتها، في بعد كمان نبع ثاني، شايفين المي عمال يتنبع طالعة من الأرض. بسم الله. على اليمين المي اللي طالعة من عين النمرة، على اليسار المي اللي طالعة من النبع الثاني، والجهتين بيلتقوا مع بعض ويا الوادي جاري، مع انه كمية المي قليلة، اما المي جاري للجهة الغربية، قلنا بتوصل لوادي الحبيس من غربة وين قبل الجسر تبع حرفيش. هسا اللي بدي احكي لكم اياه، العين هاي اسمها عين النمرة، والتسمية مش عفوية، في سبب ليش العين هاي يسموها عين النمرة. قلنا لله في خلقه شؤون، والأنبياء هن مؤيدين من قبل الباري تعالى، والله تعالى أمن لهم الرعاية وأمن لهم الحماية. هون وين مبين الصنوبر في مثل ملتقى لجبلين، في من هون طريق قدومة يعني قصيرة من الوادي بتطلع على المزار على جبل سبلان فوق، وبالعكس من الجبل بتنزل على الوادي. ويقال انه نبي الله سبلان صلى الله عليه بالفترة اللي عاش فيها في هاي المنطقة، الله تعالى سخر له نمرة اللي كانت ترافقه وتحرس عليه وتحفظه في الطلعة وفي النزلة. وربما انه هاي النمرة اكثر من مرة ناس اللي كانوا على طريق الوادي او بالقرب من عين مزريب، بالقرب من العين، شافوا النمر يقال، اما حاشا انه يشوفوا وجه سيدي سبلان صلى الله عليه. يقال انه النمر صدفوه اكثر من مره، ربما مع سيدي سبلان اما مش مبين، ربما بدونه، اما ناس شافت النمر اكثر من مره. والنمر هاي قلنا كانت تحفظ وترافق سيدي سبلان كل ما بده ينزل لهون على العين يشرب يقعد يملي مي، وكل ما بده يطلع لفوق وين المغارة اللي كان ينام فيها. قلنا انه في منطقة الجبل في عدة محلات شجرات سيدي سبلان، في عنا كمان عين الدرة او بنسميها عين الحلال، في عين مزريب، وكان في كمان عنده قطيع من الماعز كان اسمه يقولوا له عن ذات سيدي سبلان. القطيع هذا كان كل يوم يطلع الصبح يرعى في المنطقة ويرجع العصر، لا هو يآزي على حدا ولا حدا يآزي عليه. عشان هيك اليوم كل مجموعة بشرية اللي هي بتحب بعضها بتدير بالها على بعضها بتتعداش على حدا وما حدا بيتعدى عليها، بنقول مثل عن ذات سيدي سبلان. بدي أرجع وألخص وأقول إنه أنا موجود بالضبط وين عين النمرة. هاي العين كانت هي واحد من مصادر المياه اللي كان يشرب منها النبي سبلان صلى الله عليه، والله تعالى سخر له حيواني اللي هي النمرة اللي كانت ترعاه وترافقه تطلع معه وتنزل معه ويعاش فترة طويلة بأمان. شكرا لكم، وانا بدي انهي اللقاء هذا. قلنا هاي هون عين النمرة اللي هي واحدة من العيون اللي بتجري كل ايام السنة. اسا مبين الجريان تبعها خفيف، اما بعز الشتاء في الربيع المي هون بتنزل مثل مزراب، والعين بتكون جاري. احنا وصغار بتذكر وقبل فترة مش طويلة كنا نمرق من هون ونعمل جولة في منطقة العيون، وكنا نشرب من المي، نغسل ايدينا، نغسل وجهنا، المي نظيفة، المي نقية، المي عذبة، المي حلوة، والحيوان كمان كان يشرب منا، العنزة والغنمة والراعي وكل عابر سبيل على هاي الطريق في هاي المنطقة.
شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في محل ثاني، وإلى اللقاء.